على كل حال طبعا استكمالا لسلسله هنا الرقي في التعامل والصيت اللي النادي الاهلي حقيقي يعني مكتسبه بين كل دول العالم والدول العربيه تحديدا والوفود المختلفه، خليني اقول لحضراتكم نروح للخبر اللي جاي ده واستقبال كابتن محمود الخطيب امبارح لوفد الاتحاد السعودي لكره اليد برئاسه فاضل بن علي النمر رئيس الاتحاد اللي اكد على تطلعه للعمل المشترك بين الاهلي والانديه السعوديه لكره اليد واستقبال استثمار كمان البرامج المشتركة بين الجانبين لتطوير اللعبة. أعتقد دي خطوة يعني كويسة جدا جدا. استكمالا برضو للخبر كابتن محمود الخطيب استقبل داخل مقر الأهلي بالجزيرة زي ما حضراتكم دلوقتي شايفين وفد كان ضم الوفد السعودي كل من زهيرة القرشي وعلي علوات وفاخر غاشي وعلي الفرج وقاموا بجولة تفقدية داخل مقر النادي اللي شملت ملعب التتش طبعا والتطوير اللي حصل ليه وكمان يعني عايز أقول لحضراتكم صالتي الأمير عبد الله فيصل والشهداء والنسب التذكاري وحرصوا على التقاط الصور التذكاريه بجوار طبعا دولاب البطولات اللي احنا بنفكر نبني واحد تاني وتالت جنبه برضو بقى مزار خلاص مزار والله دي حقيقه. كابتن محمود الخطيب برضو حرص على اهداء الوفد السعودي درع وعلم النادي ورئيس الاتحاد السعودي على صعيد الاخر طبعا قام باهداء كابتن الخطيب درع الاتحاد والتقطوا صور جماعيه مع بعض وكان مشهد راقي جدا واحنا دايما كده احنا لما بيجي لنا اي زائر نحسن استقباله بشكل كبير جدا وهم اللي بيكونوا عايزين يروحوا يتصوروا كمان جنب يعني دولاب البطولات والتاريخ لان انت هناك اكيد لو حضراتكم او كلنا طبعا رحنا النادي الاهلي عندك من بدايه من زمان هتلاقي حاجات قديمه جدا لغايه يومنا هذا فانت بتتكلم ان انت مش بتشوف بس يا كريم يعني دروع ودولاب بطولات انت بتشوف وبتمشي بالتاريخ بتاريخ صحيح. يعني طويل جدا وحافل من البطولات والجوائز فحاجه اكيد بتاخدك لذكريات ولا نوستالجيا حاجه اكيد عظيمة جدا.